انطلقت فعاليات مؤتمر نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافي، والذي يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الدينية العامة والمفكرين وأعضاء مجلس النواب. وخلال المؤتمر أكد رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريا زكي تقديره لدور الدولة في دعم قضية المواطنة. احنا مهتمين بالتنوع، قضية التنوع مهمة، وانا اشرت الى العلاقة الوثيقة بين التسامح والتنوع، والتسامح بمعنى انك يكون هناك مكان للاخر المختلف، فربط التسامح بالمواطنة بالتنوع ودعم المواطنة هي من القضايا المهمة اللي ناقشناها النهاردة. دعم المواطنة والتنوع الثقافي، فالحقيقة ده احد الموضوعات الهامة للغاية واللي لها صدى مهم، ومن خلال هذه الجلسات بعتقد ان هيكون في العديد من التوصيات التي يجب ان يعمل عليها كل الاطراف الحاضره وبما فيهم مجلس النواب في القدره على اتخاذ ما من شانه من اجراءات تشريعيه او رقابيه بتضمن مزيد من الدعم للتنوع الثقافي والحضاري والمواطنه داخل المجتمع المصري. حوار غايه في الاهميه، بيتحدث عن المواطنه والتنوع الثقافي، وطبعا احنا يمكن من حسن الطالع ان يعقد هذا المؤتمر المهم جدا، ونحن يعني الحوار الوطني يمكن خلال الايام القليله القادمه ستبدا جلسات الاستماع، وده هيبقى من الموضوعات المهمه جدا اللي هي موضوع الهويه والثقافه المصريه. هذا الموضوع غايه في الاهميه، ان احنا بنتكلم لابد ان يكون هناك تاكيد على التنوع الثقافي. عندما تتحول الثقافه الى منهج حياه، أعتقد تتحول المواطنة إلى ثقافة شعب، أعتقد نستطيع أن نتعايش سلميا ونتعايش يقبل الآخر ونقبل التعددية ونقبل الأفكار المختلفة. نحن نحتاج إلى أن نتقبل بعضنا البعض، يعني نحتاج أن نتدرب على هذا الأمر. بالفعل المؤتمر مهم، ودكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حريصة على المشاركة والإسهام في هذا المؤتمر المهم والمحور المهم الذي يعبر عن التنوع الثقافي والحالة المصرية الفريدة في التنوع.